فنان هاني غبريال، مواليد المنيا 78، خريج تربية فنية 2002، عملت دراسات عليا، دبلومة نقد فني. ابتديت الأول مصور وعملت تجربة على المطرحة، مطرحة جريد اللي هي موجودة في صعيد مصر، وكنت بحب التجريب في الألوان وفي التصوير. وفترة من فترات خدت منحة تفرج، كنت بحب أتفرج على المتاحف، يعني أشوف أزور متاحف كتير. والمهم يعني كان عندي استوديو في عزبة الصعايدة 2008، ورحت المتحف المصري، حصل لقاء بيني وبين تمثال مصر قديم جرانيت، شدني يعني ان انا انحت، وان هو في حوار، وازاي التمثال بالشكل دوت يبقى كانه بيتكلم، كانه في رساله، كانه بيقول انا موجود، او في عنصر البقاء يعني، او في ان هو تواجده دوت مستمر مش مئات السنين، لا الاف السنين كمان، وبيحمل رساله يعني. كان عليه كتاب كله، وكان معمول للاستشفاء، بيتم التمثال دوت في حوض زي حوض ماء، هو مميز جدا يعني. المهم تطورت الامور يعني في النحت الى ان رحت اسوان، سمبوزيوم اسوان 2015، وتعاملت مع الجرانيت، وكان بالنسبه لي ازاي اكسر حاجز الخوف، اللي هو ان انا اتعامل مع خامه صلبه، وخامه المصريين القدماء تعاملوا بيها في حياتهم، تسجيل تاريخي، وازاي عمل منها مسلات، وازاي عمل منها تماثيلهم، وازاي عمل منها حاجات كتيره، وهم يعني مقتنعين بيها للدرجه دي ازاي. هم عملوا خامات كتير يعني، اشتغلوا خامات كتير، احجار كريمه، حجر رملي، حجر جيري، رخام، الاباستر، بس هم الخامه دي هي اللي خدت حيز كبير من شغلهم يعني، على فترات كبيره يعني. رجعت من سمبوزيوم اسوان، وانا في الفتره دي كنت بشتغل شويه طينه، شويه فوم وجبس، شويه حاجات بسيطه يعني، حجر جيري، الى ان اشتغلت جرانيت يعني. اتعاملت مع الجرانيت كانه حجر كريم يعني، ازاي اشوف لونه، ازاي اشوف الفصوص بتاعته، وازاي في تناسق، وفي عجينه كده ربنا خلقها الهيه موجوده في الجرانيت، ازاي بيبقى فيها اسود واحمر ورمادي وابيض، ودرجات بقى من الاحمرات والاورنج، يعني ازاي انا كمصور بتامل فيها يعني، ازاي هي مشبعه بالالوان دي، الالوان بالشكل دوت يعني. اتعاملت معاها ازاي اكتشف ان يعني مش كفايه ان انت تتعامل مع الجرانيت بشكل ان هو خامه صلبه، لا انت لازم تحب الخامه ديت عشان تستكشف الابعاد اللي فيها، ازاي تحلها، ازاي تشوف مفاتيح سرها ايه يعني، ازاي هتتعامل معاها، ازاي هتثقلها، ازاي هتتعايش معاها بشكل يومي، ازاي هتقطع، ازاي هتحذف، ازاي، لان هو نحت في الحجر حذف بس، ما فيهوش اي اضافات يعني، الا لو اضفت خامات تانية او تطعيمات تانية باحجار تانية او معادن. تمت التجربة سنة ورا سنة، كنت بستكشف، ابتديت الاول بفكرة ازاي اعمل مباني مجردة، عمارة، وبعد كده ازاي اعمل تحليلات عضوية، وازاي اعمل تفاعل بين العضوي والهندسي، الاستاتيك والديناميك، وازاي اعمل حاجة يكون فيها تعبير يعني، حتة الحجر اللي قدامي، جزء الحجر اللي قدامي دوت ازاي اطلع منه تعبير. وده كان مؤخرا في المودلينج، ان كان جذع او تورس، وبعض الحاجات اللي فيها بورتريهات او طيور، وبرده ما سيبش فكره التجريد والعماره، كان ابستراكت وكده. في موضوع شاغلني ان الناس بتتكلم ان الحجر صعب وكده، ان هو الحجر مش صعب ولا حاجه يعني، ما فيهوش اي ادنى صعوبه، هو كل ما في الامر
محتاج صبر في التعامل معاه وحكمة. يعني الواحد يفكر كذا مرة قبل ما يتحرك ناحية الحجر. أتمنى طبعا إن إحنا يكون في مشاريع فنية إن كل محافظة في بلدنا موجود فيها خامات طبيعية، اللي مشهورة بالخشب، اللي مشهورة بالحجر الجيري، بالألباستر، بالجرانيت، بالبازالت. ليه ما يكونش في مشروع فني في كل مكان يحمل صفات المكان اللي فيه؟ يعني حتى لو مثلا لوحات في نخل، ففي ناس بتنحت من النخل، مثلا في حجر رملي يبقى في نحت رملي، في حجر جيري يبقى في نحت جيري، في كل مكان. ويتعمل سمبوزيوم بشكل بسيط، يعني مش لازم يكون في صعوبات. بالعكس، كل مكان يحمل فيه فنانين مختلفين على مستوى الاعمار، ان كان اساتذه او دكاتره، يعني كليات فنيه. من ضمن المشاريع الثانيه يعني ان احنا المفروض نهتم بالتراث بتاعنا، ازاي يكون في تاريخ مسجل. كل احنا عندنا اكتر 30 اسره في المصريين القدماء، 30 اسره او اكتر، كل اسره ليها النحت بتاعها وليها الاسلوب بتاعها ونحتينها من قبل الهرم الاكبر كمان. يعني ازاي حبوا الخامات دي، وازاي اكتشفوا فيها ان هي تحاكي الطبيعه، ان هي جزء من المكان، ازاي ان هي مكمله في المكان، ازاي ان هي عايشه فترات زمنيه كبيره. يعني هم اتعاملوا مع كل الخامات الصلبه والغير صلبه، الخشب، الجص، الاحجار الكريمه، الذهب، المعادن، لكن هم شافوا ان في خام عندهم مكمله، يعني تتوارث، الانسان مش باقي لكن هي مستمره موجوده. كل الحاجات دي المفروض ان احنا نستشفها او ناخد بالنا منها، ان احنا نعمل فوكس عليها، ان احنا نركز فيها دلوقتي. النحت بتفكير، ان كان المعابد دي نحت عماره، الجوامع نحت عماره، الكنائس نحت عماره، البيوت نحت عماره، ازاي نبص او نشوف مفهوم النحت حتى في الدراسة مع الأطفال، إزاي نفهمهم إن الحاجات دي شكلها إزاي، الستايل بتاعها إزاي، تفكير في الخامة نفسها ابتدى إزاي. حاجات كتيرة ممكن نستفيد فيها بالكلام، لكن إزاي نتأمل في فننا وتراثنا ووجودنا، ونتكلم برضو عن الهويه. يعني ازاي الجزئيات دي كلها بتتجمع في مكان واحد. فهو اللي جذبني كتير للحجر، ان هو موجود في الدنيا كلها، وان هو ليه اهميه، وان هو في سر لازم الواحد يتامل فيه الاول عشان